السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج حسين محمود صالح منصور أبو محمود من قرية طيرة المثلث أو طيرة بني صعب قضاء طولكرم، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذا اللقاء، وبه نفتتح أسئلة القسم الثاني والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي منافي اللجوء والشتات. وبداية عمي أبو محمود بدي منك هيك، يعني أنت كنت صغير نوعا ما في 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 ثورة 36، لكن أكيد الكبار حدثوك عن طبيعة مشاركة أهل القرية في ثورة 36، هل لك بعض المعلومات عن ثورة 36 تقدر تعطيني إياها؟ تفضل. والله هي يعني اللي شاركوا معدودين على الأصابع، ما كان في إتقان للسلاح. نعم. وكان أساسا في بريطانيا ممنوع تقتني أسلحة. نعم. يعني أنا بذكر عنا إحنا أخوي اللي الكبير اسمه أبو زهير. نعم. من الرجال يعني اللي بيهتموا به. كان يخبيها يخبيها في بين التبن. نعم. لأنه يجوا يفتشوا عليها أي. نعم. واحد يسمع معاه سلاح. نعم. يجوا يفتشوا مشان يصادروها، ما كان في سلاح، ولذلك أنا استغرب كيف بدهم يشتركوا بدون سلاح. يعني البلد كان فيها أبو 10 12 بندقية ويخبوهن، أنا شفتها مخبية بالتبن. هذا في ال 36 في ال 36 أنا الآن بحكي. ها؟ في 36 ما بحكي في 48. ما هو انا بربط هالحكي لانه امتد تخباية السلاح. نعم. تخباية السلاح امتد حتى صارت المعارك مع اسرائيل. طيب انا لسه احنا ما بنوصل للمعارك مع اسرائيل، راح نتكلم عنها في يعني لاحقا، لكن انت حسب معلوماتك يعني ما حدثك والدك مثلا عن طبيعة مشاركة اهل القرية في ثورة 36؟ هل كان في هناك ثوار من القرية؟ هل ثوار القرية أو جزء من الثوار أو اللي كانوا من قرية الطيري انتسبوا لثورة 36 هل قاموا بمهاجمة بعض القوافل البريطانية أو الكامبات البريطانية أو المعسكرات البريطانية؟ والله مش بنذكر مرة يعني. طيب يعني كانوا يهتموا يعني يتحدثوا لأبنائهم بهالحكي يعني ما ظنيش. نعم. بنذكر بالمرة. طيب يعني في هذا الموضوع ايضا عمي ابو محمود، يعني ما بتتذكرش بعض القصص او بعض العقوبات الجماعيه اللي كانت تقوم فيها قوات الاحتلال البريطاني لاهل القرى او لقريه الطيره مثلا بشكل خاص؟ يعني بعض القرى كانت تساعد مع الثوار، فكان قوات الاحتلال البريطاني يقوم بمداهمه هذه القرى وتطويقها وتبدا عمليه البحث عن الثوار، وكانوا يعملوا عمليات تعذيب، عمليات قمع جماعي، كانوا يجمعوا الأطفال النساء في الساحات لوحدهم، جمع الرجال في أماكن خاصة، البدء بالبحث عن الثوار. ما بتتذكر حدث من هذا من يعني من هاي القصص اللي حصلت في 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 طيرة بني صعب؟ لا والله ما بتتذكر. يعني ولا كانوا يسولفونا يعني ما مش بتذكر. طب شو حكى لك والدك عن 36؟ ما بتتذكر حكى لك شيء والدك عن 36؟ هالختيان ما كانوا يهتموا إلا غير بزراعة الشمام والبطيخ. نعم. والكوسة والقثاء. والزيتون والتين. نعم. أما أنهم يسولفوا عن أيام زمان، عن الحرب والقتال، ما كانت. روح انطر المكثاي ودير بالك حدا يسرقها. نعم. هاي اللي كل بتذكره. نعم. ننطر المكثاي والبطيخ ونمنع أما تقول لي الثوار وثوار وحرب ما بتتذكر. بتذكر. والدليل انه ما كانش يشتركوه، يعني لما 48 كان اللي يعرفوا يستعملوا السلاح معدودين على الأصابع. نعم. بس بكل البلد بعدين دربوهم القدامى. نعم. اللي اشتغلوا مع الانتداب. اما بدك اتذكر لك. طيب انا المخطط الصهيوني اللي كان بيهدف لافراغ فلسطين، كان هناك مخطط صهيوني بيهدف لإفراغ فلسطين من سكانها قبل النكبة، هل هذا المخطط سمعتوا فيه وأنتوا في الطيرة؟ هل هذا عرفتوا فيه وشعرتوا فيه؟
هو كانوا البلد اللي استحلوها شو اسمه، اذا كان يعني البلد التي لا تدافع عن نفسها كانوا يحسوهم، انا لاحظت يعني. اما البلد اللي لا ما احتلوها بالقوه، نعم، بعد ما دخل الانتداب وعمل الوقوف اطلاق النار ضلوا في بلادهم طلع ما حدا طلع، يعني قريه الطيره طلع منها معدود الاصابع بس، قريه الطيره وصمدت طيب. لانها صامده، نعم. اما في قرى ما صمدت طلع كثير، طلعت حيفا على فكره ما صمدت كثير، صمدت لكن بالنهايه خرجوا كلياتهم خرجوا كثير كلهم مش كثير، عندك صفد طلع منها كثير، نعم. عندك يعني اما عند تعين المثلث يعني قلنسة والطيره والطيبه، نعم، تقريبا ما طلعش منها، نعم. بس انا بسمع انه بدهم يطلعوا ما يطلعوا، ما ظنش يستطيعوا، ما بيقدروا، ما قبلوش لو الواحد بموت بارضه، يعني انا حكوا لي قالوا لو بندفن بالارض ما بيطلع، نعم، نلجا الى اي بلد ثاني، نعم. هيك حكوا لك اهل الطير؟ اهل القرايب هنا كلهم. طيب قرار اللي صدر في شهر 11، قرار تقسيم فلسطين اللي صدر في شهر 11 عام 47، تتذكروا هذا القرار، قرار تقسيم فلسطين؟ بذكر مسار القرار لكن يعني التاريخ الفحوى والهاي والأبنود اللي هو قرار تقسيم فلسطين بس 48 و 67 وهكذا طب يعني اللي هو يعني اللي هو التاريخ اللي أقاموا فيه دولة إسرائيل، اللي إسرائيل الآن باعتبارها هي أصبحت دولة على ادعائهم طبعا، وانه هاي الان اصبحت حكومه لها كيان ولها وزاره وتحكم. هذا القرار صدر بشهر 11 عام 47، بتتذكر شو ردات الفعل العربيه انذاك، العرب في فلسطين المدن القرى لما سمعوا بهذا القرار، قرار التقسيم، قرار تقسيم فلسطين؟ ما عملوش عمليا رد فعل يعني، كله نعم. عبارة عن استهجان يعني استنكار أو كذا بس. يعني هل صار مسيرات، هل صار مظاهرات، هل حسب معلوماتك سمعت المظاهرات بطولكرم بحيفا بيافا بالمدن، هل صار في مظاهرات مثلا؟ والله أنا ما شفت، أما يعني بس حديث يعني، نعم. طب معلوماتك عمي أبو محمود، بالنسبة لقوات الاحتلال البريطاني، تعرف بريطانيا كانت منتدبة على فلسطين، وكان العرب إذا ما امتلكوا سلاح وألقي القبض عليهم بامتلاك السلاح كانت حكومة الانتداب البريطاني تقوم بمعاقبتهم وذلك بالسجن مثلا، يعني حسب معلوماتك ممنوع عمل السلاح يعني اللي كانوا بيمسكوا معاه مسدس أو سكين قلت لك كانوا يخبوه في بيوت التبن، كان نعم. التبن يخزن عندنا في بيوت كبيرة مشان الدواب والطابون، نعم. فاللي عنده شكوى سلاح يخبيها بين التبن، لو يجوا من مكان ما بقدر يطولها، نعم. احنا كان عندنا بندقيه بذكر اخوي الكبير، انا هاي اللي بحكي لك اللي صاحيله، اما اذا في شغلات لا انا بحكي بالبريطان، انا شفتها كيف كانوا يتعاملوا، شو كان يكون حكمه شو كانوا يحكموا اللي بيمسكوا معك سكين مثلا او مسدس؟ سمعت يعني كان عقابه شديد جدا، شديد يعني إعدام ممكن يصل؟ ما وصل، لا إعدام يعني سجن وعقاب وصادروها و... نعم. وكان ما حد يستغل الشارع، نعم. طيب عمي أبو محمود، الآن رح ننتقل لموضوع احتلال ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها. هل هاي الأحداث أنت بتتذكرها كلها طبعا، أحداث 48؟ أيوة أحداث 48. هلا بلشت، ما هو أنا طلعت في 48، طلعت في 48 لكن أنت قلت لي أنه بداية الأحداث كنت موجود. المعارك يعني صارت، طيب يعني بعض المناوشات أنت كنت موجود. هلا بدنا نتكلم عن هاي الأحداث. إحنا بداية بتعرف لما الحرب بدأت بين العرب واليهود، وبدأ اللي بدأ اليهود باحتلال بعض القرى العربية، يعني بدأت القرى بالدفاع عن نفسها. بالضبط، أول إشي شرعوا في عمل استحكامات بين الحدود، حدودهم بينهم وبين إسرائيل قبل ما، هلأ بدناش إحنا بنحكي بالاستحكامات، أنا راح الآن
خليك معي راح أسألك أسئلة متسلسلة وانت تجاوبني هاي الأسئلة سؤال سؤال. هل كانوا بيمتلكوا سلاح في القرية بالبداية؟ قليل جدا، قلت لك قليل قليل. هل فكروا بشراء السلاح مثلا؟ أي نعم. طيب يعني بعدين الناس ما كان معهم مصاري يشتروا. هل جمعوا فلوس؟ كان اللي معاه يستطيع يشتري يعني بس برضو اشتروا يعني الغني اللي كان مزارع غني ومعاه محوش له 50-60 دينار كان يشتري له بندقية. ما فيش كان بيع كمان يعني، هربوها تهريب. طب هل كان هناك مثلا يعني هل جمعوا الأموال، هل جمعوا تبرعات من القرية ولا كل واحد راح يشتري لوحده سلاح؟ لا لوحده يعني، ما صارش جمع تبرعات جماعية مثلا وإعطاء المبلغ لشخص. اللي معاه مصاري يوصي أكثر شيء سورية كانت يوصلوا يهربوا يروحوا على الحدود ويشتروا منهم من سوريا كان يشتروا. نعم شخصيا. نعم اللي يتحول له شوية فلوس يعني اللي معاه شوية فلوس. طيب ما 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 تمش فرض مثلا ضرائب معينة على البيوت تدفع فلوس؟ ما صارش فرض ضرائب معينة من قبل المناضلين أو الكبار مثلا؟ لا. طيب هل كان يحضر تجار سلاح مثلا للقرية يبيعوا القرية سلاح؟ لا ما كان. ما كان يجي تجار مثلا؟ لا ما كان. طب تتذكر قديش كان ثمن البندقية في ذلك الوقت؟ والله بالضبط يعني بالضبط، بس ما هي القيمة كانت يعني قيمة الفلوس كانت وقتها غالية. يعني قديش كان قيمة؟ أما أنا اللي بعرفه اللي كان اللي يشتري بندقية يقولوا هذا غني. غني. بس أنا اللي بعرفه. تحويشة العمر يشتري فيها بندقية. طب أنا هيك اللي بغيت أسمعه، أما قديش مش صحيح. نعم. طيب البنادق وصلت البلد على دفعات ولا مرة واحدة وصلت البنادق؟ لا كل واحد لحاله يروح، يجي على حدود سوريا، يروح على حدود لبنان، على يدبر حاله يعني. نعم. يسمعوا فيهم. نعم. إنه بده هذا يلاقوهم على الحدود يعطوهم. نعم. مصاري. أما ما بتذكر قديش كان ثمن البندقية مثلاً 50 دينار أو 100 دينار أو 20 دينار؟ طب بعد ما وصلت بعد ما وصلت بس انا بذكر انه كان اللي يشتري بندقية يقول فلان والله حالته مريحة اشترى بندقية. نعم. طب عمي ابو محمود بعد ما وصل السلاح للقرية، بعد ما وصل السلاح للقرية، طب تتذكر من القادة الكبار اللي كانوا مسؤولين عن مثلا عن التوجيهات مثلا كيف بدنا ندافع كيف بدنا هذا، هل كان في اشخاص مميزين عندكم في البلد؟ فيش إلا اللي كانوا عزم الانتداب كانوا. مين منهم؟ اللي هو قلت لك عنه عم إلي يعني أبوها لأم محمود. اسمه؟ أحمد العبد الله منصور. هذا من اللي يعني بعد الأسرة وفي اثنين ثلاثة بس يعني. مين هم اثنين الثلاثة الثانيين؟ في واحد من دار أبو مطر. العشيرة في منها. ومن كلها صار يعني ما بتتذكر. طب هل صار عمليات تدريب على السلاح لما وصلت الأسلحة؟ هم بس ما ذكرت لك إياهم. كانوا يدربوا. يدربوا المجاهدين. شفتهم يدربوا المجاهدين؟ شفتهم وكنا نتفرج عليهم وحط حتى لوح صبر. من بعيد وتقع لوح الصبر. ومرة أنا أعطوني البندقية وأنا طفل يعني في داخل السن. حطوا لي لوح صبر على بعد مترين ما عرفش يصير. انت؟ في بندقيتنا اللي هي صواري كانت تسمى. بندقية لمين كانت هاي؟ لأخوه الكبير. أكبر منك كم سنة هو أخوك هذا؟ هذا الله خلي ودعته بينه وبينه ست سبعة. ست سبعة ايش؟ ولاد وبنات يعني. بينك وبينه؟ عندنا يعني حوالي عشرة. عشرة والدي له. هو كان رقم واحد. طيب والدك تجوز واحدة فقط؟ لا تجوز ثاني واحدة لمن بعد ما وفاة الأغلبية يعني. طيب أنت من الأولى ولا من الثانية؟ أنا من الأولى والثانية بس جابت ولد واحد. ما زال عايش هذا؟ الولد عقل لا يزال عايش بس الوالد والوالدة توفوا يعني. وين عايش هذا عقل؟ هناك تستغل بالتربية. ظل في الطير يعني؟ في الطير من الثانية. طب كم أخو لك الآن موجودين في الطيري؟
الأحياء الأحياء هسه واحد بس الحي الآن الإخوان الذكور يعني واحد والبنات من الخمسة ثلاثة موجودات. يعني أنتوا كنتوا خمس أولاد وتوفى منكم الآن ثلاثة. بقيت أنت لا توفى اثنين لأنه بقيت أنت والأخ اللي من الأم من الأب وأخوك الثاني هذا واحد محمد اسمه أحمد نعم وحسن هالسباق حسن نعم يعني حتى كبير في دار المسنين هسه هذا أخوك الكبير هسه الأكبر واحد يعني موجود وعقل اللي هو اثنين هسه بس الموجودين اللي من مرت أبوي والبنات يعني برضو كمان راح ثنتين وباقي ثلاث. طب هذا خيك اللي في دار المسنين يعني ما في حدا مثلا يأخذ عنده من أولاده من بناته مثلا؟ لا هي دار المسنين هاي يعني معاملتها ما فيش زيها بالدول العربية كلها ولا بأمريكا بتصور. بعت المسن راتب ما يعادل 400 دينار اللي فهمته أردني ميكل شارب نايم وبديروا باله عليه. هذا نظامهم هيك لأنه يحمل الجنسية الإسرائيلية وإسرائيليين هسا. نعم أنا حكولي رحت وشفته يمشي على الدراجة. ليش على الدراجة؟ بسوق دراجة يعني؟ شو اسمه العرباية عرباية يعني مقعد هو مقعد. وأبناء وبنات وين بيزوروه؟ بالدار المسنين وبودوه على الدار كل أسبوع أسبوعين مرة واحدة. أما هم بروحوا يعني يزوروه وفي خدم عليهم وفي كل شيء. دار المسنين راقي جدا. نعم. يعني لو مش راقي بياخذوه عندهم الولاد، لكن ما بيقدروش يخدموه زي ما بيخدموها. يعني بيمدحوها كل العرب يمدحوها. يعني انا لما رحت زياره رحت مره زياره هناك وطولت وحاولت اسالهم زي ما بتسالني يعني كل شيء، عجبت كثير في انهم بيهتموا للمسن. أيوة. حتى المعالجات والمعالجة وحكيت لك قبل فترة قلت لك إنه من جارنا من دار الدلاكبة وديت ختيار مرض شايف من الدلاكبة الله خذ ودعته وقالوا لي سمعنا بفلسطين كانوا سامعين هون إنه هناك اليهود العلاج عندهم بدون مقابل وبيهتموا بالمسنين فحكيت بالتلفون الأرض العادي يعني مع ابن أخوي اللي بيشتغل في بنك الأمم إسرائيل اسمه زهير لا يزال طبعا عايش وكويس فخلي خلص خليه يجي على الحدود وأنا بستنى عند الجسر وأخذوا وعالجوا وأخذ ولا أخذوا ولا تعريفي نعم. إذا أخذوا إشي بسيط يعني من هناك أخذوا إشي يدفع وهسا قرايبه وأولاده العمرية أخوالهم بحدثونا حتى أنا ناسي بالأخير بحدثوني على أساس كمديح يعني إنه كيف أخوتك ساعدوا دلقموني وعالجوا طبعا بنعود الآن إلى قرية الطيري ونعود إلى إنه بدأت هناك عمليات تدريب بسيطة على عمليات إطلاق النار طيب تفضل في عندك شيء؟ لا هي يعني دربوا ناس لدرجة انهم دافعوا عن الناس يعني عدة هجومات صارت ما استطاعوا يحتلوا. طب رح نحكي عن هاي الهجومات لحظة في لحظة هلا. طيب عم الآن بتتذكر شو اسمه الشخص قلت لي انت اللي ذكرت لي اللي هو عم محمد عبد الله منصور هو اللي قام بتدريبهم؟ ايوه نعم. طيب كمية السلاح اللي وصلت ونوعيتها للطيري كم بندقية كان في الطيري تقريبا؟ على الأصابع يعني بعد بس أجا يعني كل فرضوا على كل عشيرة يكون عندها على الأقل بندقيتين أو ثلاثة بس كل عشيرة. كم عشيرة كان موجود في الطيري؟ يعني حوالي 30 عشيرة مثلا لازم يكون عندهم كل واحد على الأقل بندقية مش كل بيت كل عشيرة. طب يعني كان في 90 بندقية في البلد؟ في حوالي هيك لكن اللي هذا اللي بذكره وشفته
انه في ممول عراقي، شيخ ممول عراقي من العراق، ودى مجندين على حسابه الخاص حوالي 30-40 واحد، حوالي 30-40، ومعهم بنادق يتقنون السلاح بشكل رائع جدا، وشفته بعيني. وين أجوا؟ أجوا عالطيري؟ أجوا عالطيري مع المجاهدين. أيوة. الأسلحة الموجودة زادوا عليها وسكنوهم وعيشوهم عندهم ميفلين شاربين ويداوموا على الحدود. طب وأنا شفته بعيني من يعني يتقنون السلاح والإصابة بشكل رائع جدا. بتتذكر أسماء؟ وأنا بتصور إلهم ثلثين الفضل. نعم، في الدفاع القريب. في الدفاع ثلثين. نعم. أنا هيك بقدم. وبجوز حكيت لك مرة صارت معي بالذات. شو صار معك؟ أنا في النهار كانوا اللي يحرسوا بالليل الكبار بدهم يروحوا يأكلوا بالبلد، يتركوا الاستحكام اللي هي الحفرة، عبارة عن حفرة. نعم. محفورة طول الشخص، وفيها طاقات وفوقها شوالات من الرمل. نعم. والبندقية تكون مصوبة باتجاه الغرب. نعم. من بين الشوالات الرمل. لأنه إذا جت طلقة بالرمل ما بتنهى. نعم. فإخواني ولاد عمي أخوي كان يقول لي امسك البندقية عمل ما روح أكل رغيف خبز واجي. فإحدى المرات مسكت البندقية أنا وكمان واحد ثاني من الأولاد. نعم. كأنه اليهود الإسرائيلي شاف هالعملية مراقبنا إنهم بروحوا الشباب الشاطرين يروحوا يأكلوا. بخلوا الأطفال. خلوا الأطفال، فهجم علينا وصار إيش بده يهجم وخش ويأخذ منا السلاح. دخل عليه على الخندق. على الخندق على الحفرة. فصار في مسافة حوالي 5 متر بس. بينك وبينه. مين معك كان في اللحظة؟ أنا كان مع خلوا معنا كان مع شاب من الجيالي برضو معه بندقية ثانية. تتذكر اسمه؟ بس بندقيتي من دار سمارة بس خل حسان يمكن حسان سمارة. اللي كان معك. نعم. فأنا بندقيتي كانت مشهورة في البلد اسمها صواري، لها شعرتين بقول ذنين طوال هيك. لمن تطلع فيها تشوف من بعيد الأذنين هذول الشعر اللي باب الإطلاق. نعم. فيشوف هذا الواحد. فصار يقرب وديته على هوا ما إنه يجي، عارف إنه في ولاده بده يا إما يحتل أو يأخذ البنادق. فصرت أنا حطيتها في الطليقة اللي بيقولوا لها وصرت أضرب عليه، وكان معطيني شو اسمه الفشك اللي هو خمسة شو بسموه المشط في 5 طلقات. أيوة. خلصت كله ما عرفش أصيبه، نام على الأرض شايف، وأنا أطخ عليه ما عرفش أصيبه. سمع مين؟ أحد الجنود العراقيين اللي كان دائما على الحدود يداوموا. أجا بقول لي خوش عيني شو في؟ قلت له هيك. قال وين؟ قلت له هذا أخوه نام، خاف من الطلقات نام وقاعد مسحب. طلع من وراء الشوالات قال أعطيني البندقية، كان فيها تم في المشط طلقة واحدة. قلت له خلصت المنطقة. قال أعطينا شوف. طلع له بقول فيها طلقة واحدة، ركزها على شوال الرمل كلها بقول خوش راح خلص مات. قتلوا أطلقوا هذا. أنا ما شفت إنه مات، لكن شفت سيارة الإسعاف أجت وقفت عليه طالت وراح. شو المسافة اللي بينك وبينه كانت تقريبا؟ 5 متر صار بدي وصلنا يعني. وصل أجت سيارة الإسعاف بعدكم 5 متر فقط؟ أم هو مش سلاح ال يعني هذا الجورة اللي احنا فيها فيهاش الا احنا ولدين راح يتغدوا الشباب. لا بس قصدي مسافة 5 متر يعني لهون. العراقيين كانوا ما يضربوا على سيارة الاسعاف اطلاقا، ما رضي يضرب. بذكر العراقي سمح للاسعاف ياخذوه وراحوا خذوه وهو مات. ما اطلق على الاسعاف. ما اطلق، قال خوش عين احنا ما بنطلق على الاسعاف.
أيوه. يعني أنا أعجب بهذيك الأبطال، كنا كانوا يعزوهم على الأكل والمناسف والغداء ونقعد معهم. يعني لما أسمع أحداث العراق اليوم بستغرب الشهام اللي كانوا فيها، إشي بخوف، إشي رائع جدا. طب هذا الجندي العراقي بتعرف اسمه، بتتذكر اسمه؟ لا والله أسماء ما بنتذكرش، بس كانوا أكثر يعني من طيب يعني 15 20 واحد هيك. أما يجوا على البلد ويغدوهم وعشوهم طيب. تتذكر الشخص اللي كان مسؤول عن عملية تنظيم الدفاع عن القرية عندكم من أهل البلد؟ مين اللي المسؤول اللي كان مسؤول عن عملية تنظيم الدفاع؟ هو نفسه محمد عبد الله منصور، هو كان هو أشطر واحد يعني، أقدم واحد كان يشتغل مع ال نعم. حتى هو صار بإربد، هنا صار مسؤول عن سجن إربد. نعم. طيب بدي الآن منك عمي أبو محمود تحكي لي عن خطة، يعني تفاصيل الخطة اللي وضعوها للدفاع عن القرية. شو اللي عملوا أهل القرية حتى يدافعوا عن القرية؟ أول شيء استحكامات. كيف بنوا استحكامات؟ هي حفرة. نعم. طولها طول الشخص يعني. عمقها قصدك؟ عمقها مترين. وعرضها وطولها؟ وعرضها وطولها يسع 2-3، وفيها طاقات أو شبابيك ومسترة فوق بخشب، وفوق الخشب شولات رمل. هاي على كل الحدود مع إسرائيل. على أنو جهة كانت؟ طبعا الغربية. بس فقط من الجهة الغربية عملتوا قناة. نعم. كان الهجوم الخوف من الغربية. نعم. يجونا من غربها من جهة تل أبيب ورماتها كوفيتش و... من تل المستوطنات اللي كانت غربية. وعلى جنب الخنادق عملوا متاريس، يعني وضعوا شوالات فيها رمل. الشوالات الرمل فوق الهاي. والطلاقية اللي نحط فيها البندقية تحت كيس رمل صغير مشان يرتكز عليها. نعم. نعم. فمرات يضربه هو بتخبي جوا، ومرات يضربه من الخلف. طيب كانت هذه الاستحكامات، بعدين عملوا خندق بينهم مشان يتحركوا لبعض. وصلوا الخندق، وصلوا الخنادق بعد ما شافوا حاجه صاروا يحتاجوا بعض. ايوه. واشترك العراقيين في هذا الحكي، في عمليه الحفر، في عمليه لا الدفاع الطخ. طب لا الان ما شغلوهم بالحفر. طيب مين اللي حفر بالخنادق هاي؟ الشباب كانت كل أهل القرية وفلاحين، كلها فلاحين الطوريين. هل أنت شاركت في عملية الحفر؟ لا أنا كنت ما استطعت الشرق. كنت تشوفوا مم يحفروا؟ حفروا قدامنا وخطوا شيء، بس احنا ما. طيب شو المسافة اللي حفروها، حفروا فيها خنادق يعني على خط طرف البلد، على خط شو اسمه؟ في كيلو مسافة ولا أقل؟ في كيلو. يعني كم خندق حفروا تقريبا؟ مش اقل من 10 12 حوالي 12 خندق يعني. حوالي 12 خندق. نعم. طب كان عندكم ثوار من خارج القريه غير العراقيين؟ يجوا يروحوا. منين كان يجوا كل الثوار؟ من المنطقه الجبليه، احنا اللي ورانا للجهه الجهه الشرقيه. انتوا وين كان بيتكم؟ بالجهة الشرقية ولا الغربية؟ لا الشرقية بيتكم. قريب طب هذول الثوار منين يجوا؟ من انو جبل، من انو قرية كان يجوا؟ كفر جمال، كفر جمال اكثر شيء. بعدين يجوا من قلقيل، كان فيها برضو يعملوا استحكامات وخافوا. نعم. يعني هاي المنطقة اللي هي تولكرم وجبل نابلس. نعم. نابلس كانت بجبال فوق بعيدة. نعم. يجوا متطوعين بنادقهم يجوا يعني. بالنهار فقط يجوا؟ بالنهار. بالليل يروحوا؟ بالليل يروحوا. طب أهل البلد كانوا يقدموا لهم مساعدات لهذول الثوار؟ بس المساعدات الغذائية. يقدموا لهم طعام وشراب وكل شيء. ويجيبوا معهم، عارفين إنه البلد يعني مش يعني ما فيش عندها امكانيات للضيافات وكذا، يجوا مثلا. طيب عمي ابو محمود، عزون بلد اسمها عزون مثلا. طيب هل وصل الى منطقه الطيري جيوش عربيه مثلا غير هذول الجنود العراقيين؟ هذول متطوعين يعني غيرهم. هل وصل جيوش عربيه لمنطقه الطيري؟
جيوش عربيه يعني مثلا زي الجيش العراقي او الجيش الاردني او الجيش السوري، هل وصل جنود او الجيش المصري عفوا؟ لا الاردني وصل طولكرم، وصل نابلس طولكرم. لا القريه الطيري هل دخلها جنود؟ لا الجنود لا ما وصلها جنود عربيه الا متطوعين زي ما قلت لك. نعم اما ما شفت جنود. نعم طيب تتذكر عمليات الاستحكام عمليات المناوبه اللي كانت تتم كيف كانوا يحرسوا بالليل؟ كيف عمليه الحراسه كانت تتم؟ اشخاص كل واحد بندقيته معه لمن يتعب ياتي واحد، يجي واحد يستلم عنه نفس البندقيه ويروح ينام له شوي ويرد يرجع هيك. وبالنهار لان هذاك حاولوا الخوف الهجوم بالليل. اما بالنهار كانوا مسكون للاولاد الصغار مرات. نعم. او يعني بتكنوش السلاح مرات يركبوا مرات عوام. طيب ما كانش يصير تتذكر سر الليل مثلا اللي كانوا يعملوه الشباب؟ هل كان يكون سر الليل بينهم؟ بين الحرس؟ عارف سر الليل؟ فهمت كلمة كلمة متفق عليها. متفق عليها. نعم. بذكر بس والله مش يعني كابر الكلمة هاي. بين بعض واحنا بس كنا ما كنا نحفظهن. ايوه الصغار يعني بس بذكر انه في شيء من هالنوع. نعم. يصيح عليه اذا قلوا الكلمه كان راسا يعفى عنه. نعم. هسه انت ذكرتك يعني ناسيها والله. طيب عمي ابو محمود ايضا هلا القريه حفرت خنادق، عملت متاريس، عملت كل شيء استحكامات حتى انه يكونوا حذرين من الهجوم اليهودي عليهم. صار بعض القرى تهاجم من قبل اليهود، بعض القرى العربية تهاجم، وكان يصير فزعات من بعض القرى الثانية، فزعات للقرية اللي بالزبط. هل تم انه صار لكم فزعات انتم من بعض القرى العربية؟ قرية الطيري هل تم يعني صار لها فزعة؟ كانوا يفزعوا هاي المسكي مثلا، هي مسكي بلد مسكي نعم قريب يعني. هم يعملوا فزعه لكم ولا انتم عملتوا لهم فزعه؟ للتبادل يعني، كان لما يصيروا يعني يركزوا عليهم نعم يتصلوا معهم يخبروهم، يجي واحد على ظهر حصان ويقول انه عندنا صار كثير ويتعاونوا يودوا لهم. طب باعتقادك قريه الطيري هل كان في هل كان هناك عمليات تنسيق مع القرى مثلا بعمليه الدفاع؟ هل كان يصير تنسيق مع القرى الأخرى؟ يعني الطيري كانت تنسق مثلا مع مسكي أو مع قرية الطيبة أو مع قلنسوة مثلا أو البريديسيا؟ فردية يعني فردية، أشخاص متطوعين كانوا. نعم. يعني متبرعين متحمسين. نعم. بس كانوا يجوا يقول لهم يعني إذا بدكم مساعدة، وخصوصا اللي عنده بندقية، اللي ما عنده نعم. شو يجي يسوي؟ نعم. طيب عمي ايضا ابو محمود بتتذكر القرى اللي قدمت لكم مساعدات انتم او فزعات مثلا لقريه الطيري؟ هي اهم قريه مسكي وكبر جمال وكبر جمال وقلقيله. قلقيله برضه كانت هي بالحدود قلقيله يعني. قدم لكم فزعات؟ بس كانت تقدم. طيب هل صار مثلا بعض المناوشات او الهجمات وانت موجود في القريه؟ بتتذكر بعض الهجمات؟ قلت لك صار يعني. احكي لي عن هاي القصص مثلا، شو اللي كان يصير؟ تيجي افراد يهود نعم يهجموا على اساس انه يحتلوا يعني ارضه ويحتلوا القريه. نعم، منين كانوا يهاجموكم؟ من الغرب؟ من الغرب، من جهتهم. نعم. فهاي الاستحكامات اللي حدثتك عنها والخندق كانت دائما فيها يعني المدافعين. ولا مره استطاعوا جبناء، اذا قتل واحد، اذا قتل يهودي وكان يقتل طبعا نعم فيغيبوا يخافوا. ما صدف انهم تخطوا الحدود وانا هناك يعني قبل ما اطلع. ما صدف ولا بعد ما طلعت قالوا لي انه ولا واحد دخل. نعم. طيب هل استشهد حدا من القريه وانت موجود في القريه عمي؟ استشهد بس ذكرت الاسماء عاد. متى استشهد هذا؟ قبل خروجك كم يوم؟ هاي بعمليات المناوشات طبعا. المناوشات واحد ولا اكثر من واحد؟
لا استشهدوا في شهداء بس تقول لي اسماء المشكله لما تطلب مني اسماء استشهدوا على الجبهه ولا في في كيف لا. كان عمليه استشهادهم هي على الجبهه يعني مرات يكونوا جايين الاستحكام صعب انه يصيبوا واحد بس كان يجي واحد يستلم من الثاني نعم فيكونوا برضه هم راصدين يعني له نعم في يعني بس مش كثير استشهاد يعني نعم يعني ما كان كثير يجرؤوا انهم يتقدموا اليهود نعم طيب انتوا قريه الطيره هل استقبلتوا لاجئين من القرى العربيه هاربين من قراهم هاجين من قراهم لا ما استقبلنا ما جاوكوش لاجئين من مره قبل ما تخرج لا ما لا هي ما كانوا يلجأوا للمنطقه الجبليه لا يعني مروا اجوا على اهل الطيري مثلا اهل الطيري لا مثلا اهل مسكي ما لجؤوا للطيري لا مسكي ما هي على نفس حدودنا يعني نفس الشيء يطلعوا على المنطقه للشرق طيب احنا راح ناخذ استراحه يعني دقيقتين يتخبوا بنابلس يتخبوا عمي ابو محمود راح ناخذ استراحه دقيقتين ونتابع فيما بعد الله يعطيك العافيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج حسين محمود صالح منصور أبو محمود من طيرة المثلث أو طيرة بني صعب قضاء طولكرم وهذا الجزء هو الجزء السادس من هذا اللقاء. عمي أبو محمود أنا كنت عم بسألك عن الـ 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 هل ما إذا كان هناك بعض اللاجئين قدموا إلى طيرة بني صعب أو لا؟ فأنا سألتك إنه هل بعض القرى قدموا يعني جاءوا إلى منطقة الطيري هاربين من قراهم؟ أنت في البداية قلت لي يعني لا تتذكر لكن يعني سماع بس أنا لأني نعم. كنت برا وقتها كنت بنابلس نعم. ساكن بكلية النجاح نعم وناكل ونشرب وننام نعم ولا نروح ولا نروح ولا نجيب طيب خلينا الآن إحنا الآن ما زلنا في خضم الأحداث ما زالت الطيري تتعرض لبعض الهجمات الصهيونية وشباب الطيري بيدافعوا عن الطيري والقوات الاحتلال غير قادرة أن تدخل لهذا المكان طيب وأيضا أنت ذكرت لي أن هم الجنود العراقيين اللي كانوا موجودين عندكم يعني بتعطيهم نسبة ثلثين في موضوع الدفاع عن القرية شفت هاي شفتها بعيني يعني حتى ما حدا حكى لي نعم. أنا شفتها بعيني قبل نعم. ما أطلع يعني طيب الان انت بتتذكر قبل ما تخرج انت والدك يقول لك خلص يا ابني انت لازم تغادر خوفا على حياتك طبعا لانه طب والدك فوضوي انت كنت فوضوي يعني لما تصير الحرب اروح على المعركه ومعي شو اسوي اروح اتفرج شغله طب والدك ما كان بيمتلك ابناء غيرك كانوا يروحوا بالمعركه ما هم يعني كنت انت اصغر واحد يعني احنا ثلاثه اربعه عندنا بندقيه واحده أربعة اللي أنتوا ثلاث إخوان وأب يعني كيف تذهب إلى المعركة وأنت لا تحمل بندقية؟ نعم فكان يحملها الكبير اسمه أبو زهير وحتى كان كبير. يلقب في كل البلد باسم كلمة دغبس 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 بالباء نعم هل تعرف معنى دغبس؟ لا الدغبس هو اللي بيسبح بالمية ويختفي ويكون قوي جدا وفي كل شيء ويهرب ويعني دليل كانت من كثر ما هو شاطر بال يعني شجاع وشاطر بضرب النبوت وضرب بعدين صارت البندقية واللي هي كانت العصاي والنبوت نعم كان يدوروا عليه 10 12 واحد يطلع معهم براس فكانوا يعني فكانت بندقية واحدة نعم انه يحملها الشاطر الكبير نعم ليش؟ لأنه ما كان في من تسألتني قبل إنه كان بنادم يعني الأربع أخوة معهم بندقية أنا نعم. مش محسوب اعتبار ولا ثلاث أخوة كبار أيوة فليش يعني أبوي قال ليش يتم أروح أركان لو يشروه نعم طيب بتتذكر قبل خروجك عمي أبو محمود من القرية وقبل ما والدك يعطيك الأمر بالخروج هل غادرت بعض العائلات من الطيري خرجت من الطيري هربت عائلات لا بعده أما اللي هي عائلة زوجتي يعني أبوها لأنه خاف على حاله
اللي هو على اساس كان من المقاومين، كان هو من المدربين والمقاومين. ايوه. فخاف انهم لانه لما خافوا لما اذا احتلوا البلد نعم ويدخلوها يعدموه، حتى ولو ما دخلوهاش عرفوا اسمه كل شيء، قالوا انه لانه هو السبب في اللي هو حسين محمود صالح منصور. نعم. اللي هو عفوا اسمه اللي هو الشخص محمد عبد الله منصور. محمد عبد الله منصور. طيب هون اشتغل برضه بالشرطه والجيش وصار مدير بالسجن. نعم. هون بإربد. طيب اما عائلات ما كلها طلع واحد مثلا كمان زيه اسمه عدنان جلدوني في عمان. هذا شاب برضو ابوه خرجوه؟ خرجوه وبرضو درس معنا في عليه. في لبنان. وهسه وبعدين لما نروح وخلص وراح مصر واجا وناسب السلطية اللي كان رئيس حكومة وصار وزير صحة. طيب الان خلينا الان في 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 موضوع لحظات خروجك انت. تتذكر التاريخ اللي والدك امرك فيه بالخروج من القرية؟ هي 48 لمن الشهر يعني الشهر الشهر مش متذكر بس يعني ما بتتذكر انه شهر؟ لا. شو كان الوقت؟ حار ولا ربيع ولا صيف ولا شتاء ولا كيف؟ لا كان صيف يعني اذكر صيف كان يعني بشهر 5 بشهر 6 يعني مثل الايام هاي كان المدارس ماشي يعني مداومين المدارس كانوا؟ مداومين كان دوام مدارس لسه مش معطلين بعد كان لسه المدارس مش معطلين قبل شهر 5 مثلا قبل شهر 6 عفوا قبل كانوا مش معطلين حتى لما عطلنا تمينا بالمدرسه نايمين. طب انت الان يعني لما والدك قال لك بدك تروح يعني كان في ناس معينين بده بعدين يبعثك عليهم؟ لا يعني وين امرك بالخروج لوين قال لك روح؟ وين ما بدك يعني طولكرم كانت ما فيش عليها هجوم. نعم. على طولكرم بعدين قالوا طولكرم ما كانش فيها فراغ. وين قال لك روح لعاد؟ طولكرم كانت يعني مدرسة حكومية. لحظة شوي. والدك لما قال لك لازم أنت تخرج من القرية. أعطاك الخيار تخرج من؟ أعطاني مصاري. قديش أعطاك الفلوس وقتها؟ أعطاني يمكن 100 ليرة. 100 دينار؟ 100 ليرة كانت تسمى ليرة فلسطينية. ليرة فلسطينية. وكانت والدتك موجودة ما زالت؟ ودعتهم؟ ودعتهم. شو أخذت معك من اللحظة من البيت؟ ولا شيء. ولا لباسك ولا شنتي ولا اي شيء؟ بس شنطة اللباس يعني. لباسك. ودعت اهل القرية؟ لا الاخوان يعني. قصدي عائلتك ودعتها؟ لا بس الاب والام؟ والأب. طب امك ما كانت تبكي في اللحظة هاي؟ لما خرجت من الطيرة؟ والدتك؟ لا هي كانت تعرف انه راح اتعلم. ايوه. يعني كانت مبسوطة انك بدك تطلع. طيب كيف طلعت انت تحركت في الباص ولا ماشي على الاقدام؟ مشي على الاقدام لانه انت مره سالتني على المواصلات بقول نمشي حتى نصل طريق اللي بين طولكرم وخلخيري هذا كان مزفر يعني نمشي كم كيلو. نعم نعم. فلما نوصل الاسفلت في باصات نركب باص ونروح على طولكرم ثم نابلس. طيب تابع لي قصتك انت الان باللحظه خروجك من الطيري حتى وصلت المكان الاول. ماشي تفضل. شو تقصد المكان الاول يعني البلد الاول او القريه الاولى اللي وصلتها؟ هي مباشره مشي على الاقدام. نعم. بعدين الباص الى طولكرم ومن ثم الى نابلس بالباص. وذهبت إلى مدير المدرسة. نعم. قدر توقان. نعم. وكان مشهور جدا وحكيت له أنه أنا جاي من طيرة بني صعب وقال أهلا وسهلا نادى الأذن قال له حجز له غرفة في الطابق الثالث سرير مش غرفة يعني. هذا في طولكرم؟ هذا بنابلس. في نابلس أنت ظليت متجه إلى نابلس مباشرة؟ مباشرة. نعم. لأن طولكرم قالت ما في عندي أنا. نعم. محلان. نعم. فليش نابلس نزل؟ لأنها كانت مدرسة أهلية وطنية بتاخذ مصاري. نعم.
طولكرم كانت حكومية. شو اسم بنفس المدينة تنزلت؟ طولكرم بعدين نابلس. أيوة. طلعت في المواصلات في الباص ولا طلعت باص من الطيري إلى طولكرم بعدين لنابلس؟ لا، من الطيري إلى للشارع، شارع المزفت. نعم. في بمر باص بروح على طولكرم. طولكرم نعم. فيها باصات بتروح من طولكرم لنابلس. لنابلس. نعم. عنبتة ونابلس. نعم. عنبتة اللي هي بلد عبد الرحيم محمود. نعم. ثم من هناك إلى نابلس. والنابلس هناك طبعاً بدك تطلع الجبل اللي في كلية النجاح الوطنية. نعم. اسمها كلية فيها. نعم. فقابلت المدير اللي هو قدرة وقال. نعم. ورحب فيه وأعطاني سكن سرير يعني في إحدى الغرف. ومقابل مبلغ بسيط لأنها كانت أهلية تأخذ. نعم. يعني كانت تأخذ مقابل التعليم. تأخذ فلوس، فبذكر إنه عفوني من الأقساط أو أخذ أقساط بسيطة بعدين عفوني. نعم. قلت لهم أنا بعرفش أرجع الطيرة ولا أجيب مصاري. نعم. فقدرت قال يعني ما بنساش معروفه، عفاني من الأقساط وسكرني في أخذ المبلغ البسيط اللي معي. نعم. حتى خلى معي فلوس يعني. قديش أخذ منك؟ بذكرش قديش، اما يعني خلى معي فلوس وكنا نهرب ونروح ناكل كنافه من عند العكر. العكر في نابلس. اه. طيب شو الفتره الزمنيه اللي مكثت في نابلس؟ انا واحد اسمه جوز تعرفه اسمه عدنان ابو حجري شيخ. عدنان ابو حجري. ابو عمار. ابو عمار. نعم. صديق ابو عمار. صديقك. نعم. طيب عم انت لو انك مش على الهاي بحكي لك عن نكتي بس لما تسكر الهاي. طيب فيما بعد بتحكي لي القصه. النكتي لازم احكي لك اياها. فيما بعد. طيب انت الان بدات تدرس في نابلس عمي، وكنت تتابع برضو بنفس الوقت اخبار البلد، اخبار الطيري. طبعا. كيف كنت تتابعها اخبار الطيري؟ راديو، كان عندنا الراديو والناس. نعم. اللي بيجوا بروحوا من واحد لواحد. طيب شو الفتره الزمنيه ما بين خروجك وسقوط الطيري؟ فصل دراسه كامل يعني 3 شهور تقريبا. ثلاث شهور كاملات بعديها سقطت. ولا 4 شهور ولا شهر؟ يعني حوالي ثلاث أربع شهور هيك شيء. وبعد ذلك هل حاولت ترجع للطيري لأهلك؟ رجعت بالتهريب. كيف رجعت للطيري تهريب؟ من طول كلام للطيبة. نعم. الطيبة. الطيبة كانت بهاي يعني بعد ما سلم التسليم قصدك؟ بعد ما بعد الهدنة. بعد الهدنة صارت هي طيبة ضفة فلسطين وصارت. هناك أخذوا أراضي إسرائيلية. نعم. والمواطنين اللي هناك. رجعت للطيبة تهريب. رجعت طلعت على شجرة. بين الحدود. لحالك كنت؟ لحالي. ما هو خلصنا المصريات بدي أجيب مصاري وارجع. نعم. نعم. فمشيت مشي بدي أروح مشي. ايوه. الطيرة والطيبة أرضيها مع بعض، الطيرة والطيبة أرضينا مع بعض. نعم. يعني كنت بدي امشي، ما مشينا يعني. فالحرس الإسرائيلي على الحدود. نعم. حدود بين الطيرة والطيبة. نعم. شعروا في إنه في واحد بمشي. وأنا شعرت إنه في ناس. مين اللي شعروا؟ أنا شعرت أول إنه في ناس. أنت ليل بنروح بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. بالليل. بالليل رحت وشعروا انه في واحد بمشي. اليهود؟ نعم. انا طبعا شفتهم فلذلك طلعت على شجرة، شجرة تين عالية. نعم. طلعت فوقها. كانوا بالضبط على انه شو كانت اقرب قرية لك قريبة من الضفة؟ هي بلدنا الطيرة. لا قصدي من الضفة يعني. من الضفة اللي هي طولكرم. مدينة طولكرم. نعم. طولكرم ورانا الجبال، كفر جمال وكفر هذول يعني الجبال اللي ورانا. كفر جمال جاي شو بالنسبة لطولكرم؟ وين شمالها، جنوبها، شرقها، غربها؟ كفر جمال بتيجي جنوبها لفوق للشمال فوقها جبال يعني جبال في خربة جبارة وارتاح. ايوه ارتاح. وين هذول كلهم؟ اهم الكفر جمال.
وعزبة الجرار وعزبة ناصر وذنابة ودار هذولا أعلى من هنا أعلى من نعم كل هنا أبعد يعني من كفر جمال جاي جنوب لتحت عند كفر زباد وعند فلامي وجيوس فلامي جيوس نعم. أنت من هاي المنطقة كنت رايح من عند منطقة كفر جمال؟ لا أنا كنت رايح من منطقة الطيبة أقرب للطيرة الطيبة الطيبة قريبة على قلقيلية؟ الطيبة اللي جوا طبعا الطيبة 48 هسه هي لا تزال الطيبة 48 الآن هسه 48 نعم بس لا لا هي كانت الطيبة جاي على الحدود تقريبا لا هي ما كانت 48 بلدنا كانت 48 اما هي كانت طيبة بعد الضم طولكرم هسه طولكرم ايش هي 67 والطيبة 67 لا بس بعملية الصانطي هاي لما عادوا ترسيم الحدود بجوز ما بعرف ضموها هي وقلنسو والبرديسيا والقرى المثلث لا كانت السوسو لأن أنا مشيت بيها نعم يعني كانوا بذكر الحرس كانوا بين الطيري والطيبة نعم عرفت كيف فشعروا بال إنه في حدا بمشي وشي طلعت على التين فوق نعم صاروا يدوروا ما لكوا ليش مرقوا من تحت الشجرة؟ مرقوا من تحت الشجرة وشو كان موقفك بذيك اللحظة شعورك؟ كان كنت يعني خايف طبعا خايف يفتشوا بس ما كانوش يتصوروا انه واحد طلع على الشجرة نعم زي ما يقولوا كان حركة ابصر شو اللي تحركها نعم بجوز طير بجوز احد الواويات ايوه فتميت اراقبهم حتى ايش؟ ابتعدوا حتى ابتعدوا شو كان وقت تقريبا؟ المساء بالليل بالليل نص الليل ولا بكير؟ لا اول الليل اول الليل فلما ابتعدوا قطعت الحدود وكان على راسا جيت على كرم انه بساتين اراضي انه رحت على الطيبه اول شيء ولا لا؟ لا هي الطيبه هالكرم ما هي بالطيبه يعني ما دخلت البلد راسا قفزت على الكروم ايوه في كرم إن مجاور الحدود نعم لما خشيت جوا وصلت منهم يعني لو شافوني وبجوز شافوني فكروك من أهل البلد من أهل البلد قديش كانت بعيد الطير عن المكان اللي أنت دخلت منه أنا بالطير هسه الأراضي أما أراضي. الدار والحارتنا يعني أبو 2 كيلو مشيت طبعا مشيت وبعشكن واحد كان مار قال ايه لكم هذا حسين فراح حكى لاخوتي واولاد اخوتي اجر كان خذوني وجحش جابوا حمار وركبت عليه وروحنا وحكيت لهم الحكايه اني خلصت فلوسي نعم ردوا اعطوني فلوس وقرطوني للحدود طب قديش قعدت عندهم كم ليله بس ليالي يعني بس ابو 3-4 ليالي ما يخلون لانه خافوا انه يعرفوا اليهود ليش؟ كانوا عاملين احصاء اليهود وقتها؟ لا خافوا انه يعرفوا وبتعرف الناس يعني كانوا خافوا انه واحد يروح يتجسس يحكي بتعرف يعرف انه هذا كان برا ورجع؟ ورجع ليش ممنوع واحد يرجع كان؟ صار معهم هوية يعني ابوك امك صار معهم هوية صار جنسيات انا ما معي هذا بنو شهر لما رجع معنا هذا الحكي صار بال 49 الان انت بتحكي يعني صار 49 رديت رجع اخذت ودوا اعطوني فلوس قالوا له رد رجع قديش اعطوك بصاري تقريبا 150 ليره 150 دينار المهم جيت على طلعت طيب هلا لما رجعت عندهم عمي ابو محمود بد الاحداث اللي حصلت بعد ما انت رحت مش انت خرجت اول مره هلا صار احداث ما حدثك والدك شو اللي صار وكيف دخلوا اليهود والاحداث اللي صارت وكيف عملوا لهم البطاقات ولا حدثوني ايش كانوا مهتمين ان اطلع احسن طب انت ما عرفت شو اللي صار انا عرفت انهم معهم هويات واللي ما معه هويه بوك الهواء بس هاي اللي عرفته طب ما عرفت انه صار هجوم واحتلال كيف صار احتلال القريه كيف دخلوها ما اهتمتش انه يعني هذا قالوا ما استطاعوا يدخلوا القريه اطلاقا نعم بس شو اللي تدخل وقتها وعملوا
صلح هويات وانضموا لل 48 انضموا لإسرائيل وأعطوهم هويات وصار منهم نعم يعني اللي أقارب بيشتغلوا عدم المؤاخذة معهم يعني. طب أنت لما كنت جوة الطيرة في النهار كنت تتجول بالنهار بالقرية؟ لا ما تجولتش ولا استجريت أطلع. طليت في البيت؟ بالبيت لأنه خافوا أنه واحد يقول هذا لا يحمل الجنسية وتسلل من الحدود. نعم. وسجن أو يصير لي شيء. طب ما شفتش جنود بيتجولوا داخل القرية؟ هل كانوا الجنود الإسرائيليين يتجولوا داخل القرية في ذلك الوقت؟ كانوا على الحدود وعلى بالقرية كانوا يتجولوا في مركز الشرطة كانوا عاملين مركز الشرطة. كانوا يتجولوا راجلين ولا بسيارات؟ لا ماشي على الأقدام. والمركز شفته مريت من جنبه بالليل طبعاً. لا بالليل وبالنهار لما قعدت قبل ما زبطوني في كام ليرة. قالوا لي هاي قديش أعطوك وقتها تقريبا؟ شو المبلغ اللي دبروا لك إياه؟ 150 بذكر. مرة ثانية؟ 150 مصاري يعني ليرة هذا أنت مخسرهم باقي. ما هو كانت حالتهم مليحة يعني. وقتك كانت حالته منيحة. بايعين سيارة بطيخ يوم بايعين بطيخ بيافا. نعم. طيب مين اللي وصلك للحدود تتذكر؟ لحالي وصلوني مين طلع معك؟ طلع معي بذكر للحدود وطلب إذن منهم أنه في واحد ابن عم اللي كان يشتغل بالشين بيت. يعني كانوا على علم انك بدك تغادر هم اليهود؟ لا اللي على الحدود اقنعهم انه خلي انه يهرب انه تعملوا شيء شيء. ايوه. طب اخوانك غادروا معك مثلا للخط؟ لا ولا شيء الا طلع مع هذا لانه بيعرف اللي على الحدود الحرس. وقال لهم خلي يروح بهمني امره ومع السلامه. ومرقت امامهم؟ امامهم ودخلوني لتركيا طوالي. وطب الجانب الاخر الحاجز الاردني ما اعترضك مثلا وانت خارج؟ لا ما كانش في اردنيه لسه ما كان فيه هناك حراسات من الجانب الثاني. لا ما فيش. نعم. ورجعت لطولكرم؟ رجعت لطولكرم. وبعد طولكرم؟ طولكرم قالوا مش عندنا مش عندنا محل يعني فيش عندنا وسع للثالث ثانوي. فغادرت لسوريا. من طولكرم مباشرة؟ بنفس اليوم ولا؟ بنفس اليوم طلعت من طولكرم؟ لحدود سوريا. احكي لي قصة خروجك من طولكرم، يعني المدن والقرى اللي مريت عليها واللي المحطات اللي نزلت فيها. طبعا طولكرم نابلس كل فيه بساطة كل شيء عادي. نعم. وين وصلت أول مدينة أردنية؟ الأردن أول تذكرنا لما طلعت الأردن من فيسا جيت جهاك الشوني ولا عمان أجيت؟ لا هي طريق الشوني. أجيت طريق الشوني. الشوني. وبعدين اجيت لوين؟ لاربد؟ اجيت لاربد. هل اجيت عند ناس معينين في اربد ولا اجيت على المجمع مباشره؟ بذكر جيت على المجمع وسالت في اربد في انه هنا في الاردن يعني سالت في مدارس ما مدارس. يعني انت كنت ناوي تكمل تعليمك؟ لسه بدي مشان اقدم توجيهي. توجيهي لسه مش مخلص توجيهي بعد. لسه مش مخلص ماتريك كانوا يسموه ماتريك. فرجعت عاد من ما فيش هنا رجعت على طولكرم وقدمت من طولكرم كملت في برضه اعطونا منزل نيمونا بالمنزل وناكل ونشرب وكل شيء وقدمت الماتريك وين؟ في طولكرم. في طولكرم.
هلا احنا وصلنا اربد رجعت على طولكرم لما وصلت اربد بعدين رجعت مره ثانيه على طولكرم ما رحت لسوريا بعدها بعد ما اخذت المترك لانه قالوا لي هون يعني لازم تكون معك تشتغل قالوا لازم يكون معك شهاده رجعت قديش مكانك في طولكرم السنه بس اللي فيها مترك طب هالمره دخلت مره ثانيه للطيري وانت في طولكرم لا اهلك اجوا لعندك مثلا كانوا ودوا لي مع مهربين بس ما شفتهم لا ابوك ولا امك لا ما شفتهم بس طيب بعديها لما انهيت تعليمك من طولكرم رجعت على الاردن جيت على اخذت المترك بدي اشتغل هسه وين رحت تشتغل اول مكان رحت له جيت على جيت على شو اسمه لما اخذت المترك جيت على بلد اسمه كفر اسد في اربد هون في اربد نعم وتعينت معلم نعم معلم واستاجرت غرفه بليره والخبز عليهم اجرتها ليره والخبز عليهم اصحاب البيت عند الحج صبحه نعم عند عشيرة اسمها المهيدات عند المهيدات نعم وبعدها صرت اتنقل من بلد لبلد شو الفترة الزمنية اللي مكثتها في 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 كفر اسد؟ سنة زمان هاي نكت من عورك خفت انسى أنا كثير رحت مدارس حتى مش كاتب لنا مدارس بعد كفر اسد جيت على الفارابي وعلى هنا حسن كامل الصباح نعم وقدمنا دبلوم تربية وفحص معلمين تحسنت يعني المؤهل نعم شهادتك حسنت شهادات فنقلوا إلى عجلون معلم بعجلون وصرت مدير مدرسة بعجلون بعدين نعم. للحصن بعدين للصريح بعدين نعم. لحوارة مدرسة نموذجية عملوها نعم فكانوا يطبقوا فيها يعني كمعلم اشتغل سنة سنتين بالبلد ويقولون الى محل ثاني نعم بعدين صرت اشتغل ادارات ادارة يعني مع مدير مدرسة بالحصن نعم ومدير مدرسة بالصريح ومدير مدرسة بالحوارة نعم بعدين جابونا على الفرابي سكرتير على حسن كامل الصباح سكرتير نعم ليش جابوني سكرتير؟ ليش؟ كان في معلم اسمه الغزاوي اسمه الغزاوي هذا مدير المدير هذا كان مشهور بكل الاردن مشهور انه يضرب الاولاد كثير نعم تم يضرب بالولد حتى ينزل الدم منه وكان مدير التربيه سوري اسمه عمر فايق الشلبي عمر فايق هون فكانوا حتى في من الخوف من المدير كانوا يخربوا من الشبابيك الاولاد ومره صار حادثه من الشباك هرب ولده وانكسر من الشباك زي اللي صار حادثه ذيك اليوم المهم فقال بدنا نودي هذا كنت يعني ناجح بعمليه التدريس مع الطلاب فودونا اصير سكرتير ومنعوا المدير دخل بالطلاب انه دخل بالطلاب وقالوا هذا وكانت تحل المشاكل فقعدوني سنة وقالوا لي رئيس ديوان للتربية اللي هسه محل زيتون وما زيتون هسه يمكن صارت فيها صحة فصرت رئيس ديوان حوالي 5-6 سنين وبعدين عملوا مكتب تربية في إدور ودونا رئيس ديوان 10 سنين رئيس ديوان المهم باختصار 10 سنين رئيس ديوان وعشر سنين مدير وحوالي 10 سنوات يعني
رئيس قسم مكتبات ورئيس قسم وسائل. شو بعد لك؟ طيب انت متى تقاعدت من وزارة التربية؟ هوسني 86 تقاعدت في 86. ما شاء الله، يعني 21 سنة. صار لك 21 سنة متقاعد. اه طيب بعد تقاعدك شو اشتغلت؟ بأنو عمل اشتغلت؟ ما اشتغلت صحيح. ما اشتغلت. يعني شيخ شباب كله. كل شباب. ما فيش يعني. أيوة. طيب أنت ذكرت لي، يعني ذكرت لي قصة إنك رحت للبنان. آه. ما حكيت لي القصة هي، شو اللي صار في لبنان؟ ما هي لبنان يعني ما كملت، جيت هنا كملت التوجيه بطولكرم. آه. لبنان هناك بيقدموا توجيه لبنان وما لبنان، قعدت فترة بس يعني شيء بسيطة. كانوا منطقة في لبنان. الشويفات. منطقة جبل الشويفات. يعني ما. شو الفترة الزمنية اللي مكثتها؟ بس يعني شو أشهر يعني بين لما قالوا لي ما في شيء هذا ما حسبته. سبيتوني عندهم وكل شيء. وبعدين لما قالوا لي ما يعني ما بصح تقدم لبنان وكذا اتصلت هذا ورجعت تولكرم. هذا في أنو سنة كان الحدث؟ هذا بال لبنان. بلبنان كان هو من 49 كله 49 كل هالكلام سنة واحدة شو تفكر 49 ل 50 نعم كل 51 جيت على كفرسات وكفرسات على طب أنت قصة عمك اللي تزوجت بنته متى خرج عمك؟ كيف خرج؟ خرج قبل تقريبا قبلي قبل ما تخرج أنت خرج؟ هرب هريبي من الطيرة؟ نعم شفته لما خرجهم يعني شفتهم؟ يعني قالوا إنه طلع أبو عبد الله نعم أولاده كانوا صغار مع أولاد بعدين أغلبهم أجرون يعني طب بنته اللي هي زوجتك الآن قديش كان عمرها؟ كانت هي يعني أكبر واحدين قديش كان عمرها وقت لما خرجت؟ كانت كملت هنا بالدرسة بالثانوية يعني كانت لسه طالب بالابتدائي طب متى أنت تزوجت منها تقريبا؟ بأنو سنة تزوجت؟ 58 تزوجت بال58؟ يا مشان ما نساش طب وين تعرفت عليهم؟ كيف التقيت فيهم هون دار؟ هم شو بيخربوا لك شيء؟ طبعا نفس العشيرة شو القرار اللي بينا؟ منصور احنا عشيرة منصور طب كيف وصلت لهم انتوا هون؟ هم العائلة الوحيدة معروف طبعاً. منصور وعبد الله وصالح اخوي انا من سلسلة صالح ومن سلسلة عبد الله اولاد عم يعني وين التقيت فيهم اول مرة انت يا دول؟ كان قالوا لي بشتغل بالشرطة بالمخبر مسؤول عن السجن وتولى أمري في كل شيء يعني كان يساعدك ساعد كثير وانتوا الوحيدين الموجودين من القرية من الطيري أيوة. من الطيري هون في اربد في عشيري ثاني درب سلطاني نعم برضو هذول طلعوا للعمل يعني ما طلعوا لل طيب سكن الطيبة عمي بعد السنين الطويلة هاي والغرب اللي انت تغربت لها هل سنحت لك الفرصة بالعودة الى بلادك مثلا وشوفت اهلك مرة ثانية؟ رحت تصريح تصريح هم يودوني تصريح متى اول تصريح اجاك؟ هي مرة واحدة تصريح بالتصريح بالاذن يعني بعد التقاعد بال86 اه وين زرت الطيره زرت الطيره طبعا طيب ما كنتش شايفهم من لغايه ال86 يعني انت غادرت البلد حوالي بال50s غادرت هم كانوا يجوا هون كانوا يزوروا الاردن كانوا يزوروا الاردن ومعهم هذا ويجيبوا لنا فواكه ويجيبوا لنا كل شيء مين كان يجي والدك والدتك لا والدي كان صار متوفي يعني متى توفى والدك توفى حدود الخمسينات أحد الخمسينات لما أنا كنت هنا قالوا لي توفى يعني ما حضرت جنازة ولا شو ما حضرت اسمها وبعدين مرت أبوك كمان توفى خبروني يعني
توالك بالضبط ما عرفش. طب انت يعني لما طلعت كانت كان والدك متزوج واحدة ثانية ولا والدتك اللي كانت؟ لا انت مش لما غادرت كانت والدتك اللي موجودة في البيت؟ لا توفت وانا هناك قبل ما تطلع. قبل ما اطلع وتزوج وانا هناك. جابت ولد وانا هناك. ايوه لأني سألتك سؤال، هل ودعتك والدتك لما طلعت؟ لا، شو قلت لك؟ قلت لي لا، كانت مبسوطة لأني أنا بدي أروح أدرس. لا يعني لا، كانت متوفية. كانت متوفية أمك. وتجوز حتى عملنا عليه إضراب. ليش تجوز؟ ما بدكم إخوانك ما بدو يجي، ما بدكم يجي. إحنا الوادع. بس أنت بعيد، هم عملوا إضراب هناك. طيب بال 86 رجعت، رجعت في زيارة. أيوة زيارة. احكي لي عن رحلتك لهذه الزيارة، كيف رحت وكيف أجيت وشو كيف استقبلوك؟ حملت تصريح رحت على الحدود اتصلت معهم هاتفيا فلقيت ابن أخوي اللي بيشتغل في بنك الأمم إسرائيل. أنت ومزوجتك ولا لحالك رحت؟ رحت لحالي. نعم. أجا لقانا على الحدود. هذا ابن ابن أخوه الكبير. ابن أخوك. نعم. برضو سنة لا بعدها توفى. لا كان أبو زهير لا ملحقتوش، كان متوفي حتى. المهم إنه أجا لقانا بالسيارة وأخذنا على الحدود. أجاك على الجسر هو موجود؟ على الجسر عند يعني الشرطة الإسرائيلية. الشرطة دخلت حدود الأردن وكان استنى حدود الأردن حتى مش حدود إسرائيل. نعم. ركبنا في السيارة ورحنا والحدود الشرطة مخفر الشرطة قلت لك الحكاية. حتى أخ فتشوا على هوية رخصة السيارة. طلبوا منه الرخصة أعطاهم وطلبوا مني إنه هذا ليش راكب معك هون يعني على الحدود اللي هو ابن أخوك. ليش أنا راكب يعني. قال لهم تصريح هي وأعطيتهم إياه فأخذوا عندهم على الغرفة يدرسوا وشوفوا صحيح تصريح وتوقيعهم وكذا باللغة العبرية ولا يزال معي بالدار. نعم. فحتى زي ما قلت لك إنه طول شوي وصار يحكي عليه باللغة العبرية إنه ليش طولت وعرف شو وأجا كله بكى شاهدون أنا يعني متأسف إحنا هاي واجبنا لازم ندرس. قعدت أسبوع زمان هناك وعلمونا الحروف الهجائية الهجائية العبرية طبعا العبرية وكاب كلمة كنت أقول لهم أولاد أخوتي أولاد أخواتي. طب كيف لحظات احكي لي عن شعورك في اللحظات الأولى لدخولك الطيرة. رحت عبيتكم؟ هو معي ابن أخوي زهير. بيتكم كان ما زال موجود كما هو ولا مغير؟ الطير مغيره شكلها بنائها؟ لا احنا لعزماني انا كان بيت قرميد طويل يسع العيله كلها. لكن لما رحت انا صاروا بانين اخوتي طبعا كل واحد بنفس الساحه ساحه الدار واسعه. نعم. صار لهم كل واحد بيت من غرف ثلاثه وصالونات وصاروا عاملين جوا بالساحة نفسه برضو ديوان إلهم لحالهم مش لدار منصور كلهم لدار صالح. نعم. وكله بساحة واحدة. قعدت حوالي يعني مدة التصريح كلها وانبسطنا كثير واخذونا على كل المناطق زوروك إياها تل أبيب ونتانيا وكل المناطق يعني زوروا إياها. نعم. والأكلات الشعبية والغير شعبية. نعم. والسباحة في حتى من الطرائف اللي صارت معي. نعم. أولاد خواتي يقولوا لي يا خالي. أولاد أخوتي يقولوا لي يا عمة. أيوة. اجتمعوا هالشباب اللطيفين هيك وصاروا وشوشوا بعض. قالوا شو رأيكم نأخذ خالي هذا يكون عمة نأخذه على البحر الأبيض وتوسط تل حيفا. نعم. بين حيفا وبين تل أبيب لخدام هذا شط البحر الأبيض وتوسط أنت عارف. وبيحبوا يروحون مع البحر كثير وإن أرض هناك كمان بزرعوها بطيخ.
نروح ناخذه ونضحك عليه، نسبح ونضحك عليه، ندبه بالمي ونضحك عليه، فرجيه انه احنا اشطر منه بالسباحه. انت كنت تسبح؟ انا جايك بالحديد. نعم. انا سامحهم. وبقولوا يلا هاد، طبعا السيارات عندهم كثير وحالتهم كويسه. ايوه. شغلوا هالسيارتين، سيارتين، سياره انا والكبار او سياره ثانيه حطوا فيها الشباب، ويلا الى البحر. نعم. البحر الابيض. هلا وصلنا شط البحر. قديش بعيد عن كل بحر كان؟ يمكن حوالي 20-15 كيلو. يعني 15 كيلو. نعم. المهم اخذوا معهم اواعي سباحه زي ما قلت لك، مايوهات وشيء. فقالوا ما هو خالي ما بيعرفش يسبح، خلينا نحطه بالميه، جابوا لي مايو معهم سباحه. فحطوا، المهم وصلنا شط البحر وكيفوا لما وصلوا، شلحوا لبسوا هالمايوهات الشباب. نعم. شايف؟ لسه بالمدرسة يعني الشباب. وصاروا قالوا شوف يا خالي كيف بنسبح وهذا. أنا طبعاً أبعدت شوية عنهم كثير، هربت. ما كان معك مايو أنت وقتها؟ لا أعطوني المايو. أعطوك مايو. بس أبعدت عنهم مش بجنبهم. ورحت بجهة بعيدة أكثر من 100 متر. جوا البحر فوتت؟ لا. على الشط. وحطيت اواعيه هناك ولست المايو وضربت راس وخشيت جوا بيجي 100 متر. ايوه. واغلبها تحت المي. وقاموا صاروا صرخوا دب الصوت، قالوا خالي راح عمي راح. ايوه. طلعت ولا هم لحقوا لي بالقارب، نطيت لعقاربهم. اعتقدوا انك انت غرقت. قل له شو ذكر، قال مين بدل انا يعني اذكر السباحه اتقان رائع جدا. نعم. لانه تعلمتها في بلد اسمها قلقيلي، هاي قلقيلي الدور اللي زي دارك فيها بركن السباحه. الدورها غير البيارات. نعم. فيها 32 بير ل 32 بياره، انا عاددهم. وكل بياره فيها بركه ابعادها 50 في 50. هذا في الطيرة. في قلقيلي. في قلقيلي عفوا. طيرة بركة واحدة بس. انا مش سبيحة للطيرة، ما تعلمت تسبح بالطيرة. اما قلقيلي اذا يعني زي آية، قد آية. بنتي. نعم. بنتك بتسبح. وبتحدى اليوم من اي ولد بقلقيلي. نعم. شايف؟ لانه في دارهم في بركة. تعلمت. وتعلم هو في البركة يوم ما يعبوها. نعم. وهي 10 سنتي تصير نص متر، تشعر ان المي حملتها متر كامل، حملتها مترين. هي السباحه من ناحيه علميه. نعم. يعني لانه جسم الانسان اقل كثافه من المي اثقل، يعني المي اللي بيزيح جسمك اثقل من جسمك، ولذلك تكون مدفوعا من اسفل الى اعلى بقوها. يعني نفس المشكله صارت معي في حدود سوريا برضو. نعم. مره دخلنا نسبح واستغربوا انه هذا ولا يعني بهالسن، يعني رحنا شميت هوا برا بالوادي اللي غاد اللي بينه وبين سوريا، قالوا الاولاد مستعدين ينزلوا يعني اللي بتفرجوا شيء. نعم. فشرحت لهم يعني انه الميه اثقل من جسمك، ولذلك مش شطارتي انا، شطاره الميه خلت اسبح. قلت لهم هسه بدنا نام على الميه، نمت على ظهري على الميه، قلت لهم اذا شفتوا مني تحرك شيء قولوا هذا يضحك علينا. قلت لهم هسه الميه اللي بدها تحملنا. فنمت ومديت يدي جري ودي فكيف. في واحد منهم قال والله قال انزل اسبح. نعم. قلت له تخبش يعني الحركة بس مشان تغير اتجاهك، أما إذا خفت تغرق، لأنه بصير جسمك بدل ما يصير سطحي بيعمل اختراق، بيقطع المي. نعم. بصير عملية قطع زي ما تجيب هالسكينة وتقطع البطيخة ولا تقطعها. نعم.
طيب عمي بعد هالقصة و هاي طرائفة. نعم الآن سؤالي لك أنت، هل تم تسجيلك في سجلات هيئة الأمم المتحدة وكالة الغوث؟ آه. متى سجلت سجلوك؟ سجلوني يعني وأنا هنا يعني في، وكان معي بطاقة. بأنه مكان سجلوك؟ قبل سجلت. ما تقاعد يعني حوالي يعني قبل 86 كان يعني. معك الآن كرت مواند أنت؟ لا اللي بدي أقول لك شو اللي صار. آه. بطاقة اجا واحد ببلدياتنا اسمه عقل. نعم. عقل كأنه لجأ هنا بعمان بعرف، وقال لي انا معك بطاقة بدهم ياخذوا معونات. فقال لي اعطيني خليني اخذ بس معونات، جابوا معونات لعمان. نعم. قبل كم سنة وبدهم يوزعوا. وقال لي يا صاحبي يعني هو. قال لي اعطيني البطاقه مشان اخذ عليها كام مشوار طحين وسكر وجابوا، اعطيته البطاقه وراحت ما رجعت بالمره، وراجعت مره مشان لحاجات يعني معينه وقالوا لي ما لكش البطاقه، كانه غيرها على اسمه. وما لكش بطاقه الان؟ ما مش عارفه طوله ما 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 تابعت. طب ما يعني كانت باسمك البطاقه؟ باسمي بس. طب لو تراجع رجعت ما لقوا لك اي قرميه ولا اي شيء؟ ما ملك قال ما لكش. هذا بانوس اللي اخذها منك؟ اخذها مني يعني قبل لما تقعدت في 86. اه. طب كنت تستلم عليها موان؟ تستلم عليها اشياء؟ اه كنت استلم. تتعالج فيها في العيادات الوكاله مثلا؟ اه لما اروح يعالجوني كل شيء، بس ما تعرفوا لانه الاسم كانه عامل يعني. بعدين زي ما سألت وهسه بتعايرنا فيها محمود انك ضيعت البطاقة هيك هبلنا. طب تتذكر اسمك شو كان مكتوب بالبطاقة؟ شو الاسم اللي كان؟ مو اسمي الآن حسين محمود صالح منصور. جزء عند الصورة والله. طب إذا عندك صورة سهل تحصلها. ما روحت راجعت لأن أنا احتجتها مرة بعرفش لإيش. وين راجعت وقتها؟ بعرفش راجعت دائرة الوكالة هون. اه مش عندنا دائرة راجعت وإشي. نعم. دوروا على السجلات صاروا قالوا هاي ما في لك. ما في لك. اه فصرت اسال الاصحاب قالوا لي، قلت لهم هيك صار معي، واحد اخذها صديق يعني وكذا، قال لي هذا غيرها وزيفها. طب تعرفوا الشخص؟ ما زلت تعرفه؟ وشو قال لك انها ضاعت يعني؟ بعدها ما شفتوش ولا داري وين هسه. ما بتعرفه؟ اسمه عقل. اختفى. واختفى. نعم. يعني. طيب عمي الآن يعني إحنا تقريبا وصلنا لنهاية اللقاء، لكن قبل ما أنه أسألك بعض الأسئلة في نهاية هذا اللقاء عمي أبو محمود، في زيارتك لفلسطين ولقرية الطيرة، هل سألت عن الأراضي اللي كان بيمتلكها والدك؟ هل في هناك جواشين؟ يعني ما زال لك أراضي باسمك موجودة هناك؟ حصتك من الإرث مثلا من والدك؟ قالوا لي حصتك ما بتضيع ولا يمكن تروح. نعم. ولا يمكن احنا نبيع متر لليهود. طب عرفت شو حصتك انت الان؟ آه. من الاراضي كم دونم لك الان انت شخصيا؟ بعرفش بالضبط قديش، اما تقريبا. قبل حوالي 8 سنوات ودوا لي بواسطه بنك القاهره، بس بنك القاهرة عمان، ودوا لي 35,000 دينار. 35,000. شو هدول؟ مقابل ايش؟ بايعين ارض مش اليهود. للعرب. للعرب. مين اللي بايعهم؟ اخوك؟ اخوتي. اه اخوتي. نعم. يعني ان ارض احنا كثير يعني عند شط البحر لنا. نعم. بس مش اليهود باعوها لانه نا مشان ايش؟ بدهم يعمروا فيها نفس البلد يعني. نعم. يستثمروها بين بنا يعني بين بعضهم. غالي جدا هي، حتى تحت السهل في انه، لانه في انه قريب للبحر، دنومات كثيره. لا تزال، لانه قلت لك اللي اجى عندي قال لي انت لكم الدنوم ما راحش منها ولا سنتي بفضلي انا، لاني انا اللي بساعد على عدم
احتلال هذا، ما احتلوش على فكرة ولا شبر احتلال. نعم. أما أنتوا بعتوا أرض بدهم يعلموا أولادهم بدهم كذا، هسا بيجيبوا أولادهم ولا علموهم جاءت للموك جامعة هاي، فطلعت حصتك واعترفوا بحصتك وودوا لك إياها ورحت. نعم. سلمتها عادي يعني 35,000 ومن الطراء يعني زي ما قلت لك محمود عملتها بالرجل اليمين ليش يعني بدلنا المفصل هذا إلى اليمين شيل حطينا بداله بلاتين. كلف حوالي فوق ال 15 ثمنه حوالي 9,000. نعم. بلاتين نوع من الذهب يعني، هاي صار له حوالي 10 سنين. طيب. سنين. نعم. وبس مع كل هذا قالوا هذا دايم في معناه معنى تأمين صحي، أنا معي وما حي، لكن تأمين صحي ما بيشتغلوش الشغلات. نعم. بيشتغلوا شغلة إنه عمليات بسيطة وكذا. أما يغيروا قالوا لنا في في روزميلا، روزميلا في عمان دكتور هذا بيعمل لهن معاش هاد خاصة بالشغلة. طب أنت قديش؟ أقل هذا بيكلف. نعم. بيكلف كثير وثمنه كذا. وكان هذول معي جيات جديد. نعم. فدفعت. طب ما بلغوك قديش لك اراضي في الان موجود تقريبا كم دونم لك انت الان حصتك؟ والله ما سالت انا، بس بيقولوا لي يعني اذا صار اي شيء اهلا وسهلا، واذا بعنا متر واحد لك الحصه. اما ما بتعرف قديش لك انت؟ لا بعرفش. نعم. اما انا مطمئن انه لو يبيعوا 100 دينار بيعطوني، والدليل انهم اعطوني. نعم. من أرض لم بيعت لأهل البلد لناس يعني صار معهم مصاري وبدهم يعمروا. نعم. فيعني أرض عمار ومش واسعة. نعم. فبتعرف أعطينا هالبنات عدم المؤاخذة لما واحد شو المصرية أعطينا هاي 100 هاي 200 هاي مش عارف شو. هناك في الضفة في. لا هون اللي 4 بنات ومتزوجات و. محمود اللي ساكن فوقي. انت لك بس ولد وحيد؟ اه ساكن فوقي محمود. نعم. هذا اللي كان موجود امبارح اللي شفته. نعم. اه طيب عمي ابو محمود الان سؤال لك، انتوا عائلتكم هل لكم مضافة هون او ديوان في الاردن؟ لا ما لكم، لانكم عائلات قليلة جدا. اه لا فيش. لا. نعم. طب الان راح أقرأ عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والذي صدر بشهر 12 عام 48. هذا القرار أقر حقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات. سؤالي لك الآن كلاجئ. هي من هذا رح تسأل عن الهاي. نعم. من هذا القرار رح تسأل عن بطاقة الهاي. على أساس إنه في قرار بحق العودة. بحق العودة أو البيع أو التعويض ما في أو بيع. أو التعويض. نعم. مش أو التعويض والتعويض. يعني هذا القرار قرار 194. إذا أثبت أنك لاجئ. إذا أثبت أنك لاجئ. أقر حقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك. والتعويض استرداد الممتلكات والرجوع والتعويض التعويض عن المعاناة التي لحقت بك نتيجة النكبة وفي الشتات. الآن سؤالي إليك أنت كلاجئ أبو محمود، ما هو موقفك إذا ما توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك مع الحفاظ على حقوقك الأساسية وحقك في تقرير المصير؟ هل تعود إلى بلدك بغض النظر عن السلطة القائمة؟ قالوا اللاجئين بدنا نرجعهم الآن، بدنا نعطيهم كل حقوقهم وبغض النظر عن السلطة القائمة، هل تعود إلى بلدك؟ هل أنت متمسك بحق العودة؟ أول شيء حتى لو قلت لك متمسك زي ما قلت لك، وهي النقطة اللي أزعلت محمود مني إن ضيعت. هل نفترض انه انت وجدت البطاقة هاي واثبتت انك انت لاجئ؟ أيوة. وسنحت لك الفرصة ان تعود، هل تعود الى بلدك؟ هل انت متمسك بحق العودة؟ والله لا يعني مبسوط هون كثير.
مبسوط كثير وبعتقد انه مش راح يعيش زي ما انا عايشه من ناحيه صار لي نسايب. خلنا اقول لك صار لي نسايب هون واحفاد فوق 25 حفيد ونسايب يعني عدم مؤاخذه من عشائر رائعه جدا بيحترموا الناس عبيدات مثلا وحات من حاتم الدار الضامن واثنين اصلهم من كفر كنا يعني برضو فلسطينيين متملكين ومبسوطين معهم. يعني انت يعني انت بتنازل في حقك لليهود في ارضك؟ مش لليهود. نعم. هم بياخذوها اذا ما رجعتش؟ ما اذا ما رجعتش بياخذوها هم. اذا ما رجعتش هو تم حصي كيف معهم. هي ارضك موجود الان؟ لا ما موجوده مش باسمي. طب هي في النهايه لما بدك ترجع عمي لبلدك راح تاخذ حقك انت، في شيء لك موجود، في ورثتك عن ابوك. ما زالت السجلات موجوده. يعني 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 انت يعني لو سنحتك الفرصه بالعوده لا تعود الى بلدك. ليش؟ بس لانه هون افضل. لانه هون افضل وتقاعدي يعني هون ومعاملي وتامين صحي وصداقات وهذا بشوف احسن من هناك. طيب يعني بصراحه. نعم. طيب سؤالي لك الان، يعني في شيء بعوضك عن وطنك وارضك وممتلكاتك؟ هل في شيء بالدنيا بعوضك عن ولدك؟ تعودت هنا بس عندي دار وعندي ملك واصحاب وجيران بس. نعم. طيب بعد التشرد ومعاناه السنين الطويله عمي ابو محمود، كيف تشعر بمسؤوليه المجتمع الدولي حيال النكبه التي عاش الشعب الفلسطيني؟ يعني المجتمع الدولي بتشعر انه قدم شيء لقضيه فلسطين وحل قضيه فلسطين؟ العالم ككل هل قدم لنا شيء حتى نحل قضيتنا ولا ما زال العالم بيتفرج علينا؟ والله هو بيتفرج يعني انا هيك اللي شايفه فرجي يعني ما قدم اي شيء. هي عباره عن يعني تعاون. نعم. طب في نهايه حديثنا راح اترك لك المجال اذا حاب تحكي اي شيء للاجيال القادمه وتمسكهم في الارض، حاب تحكي اي شيء في قضيه فلسطين، في رساله لابناء للابناء للاجيال القادمه عمي ابو محمود، حاب تحكي اي شيء في نهايه اللقاء؟ العيش حرب لها أسرار فاطلعوا سرها إن خير الناس أقواها. نعم. القوة في المال وفي المعلومات. نعم. هاي بس وصيتي. لأبنائك. يا سيدي في نهاية اللقاء أنا سعيد عجاوي من فلسطين في الذاكرة بقدم لك كل الشكر والتقدير عمي أبو محمود على هذا اللقاء الطيب. إحنا أخذنا من وقتك كثير. الله يبارك. وإن شاء الله إن ما أزعجناك والله يعطيك ألف عافية وشكرا لك. عليك تحياتي لك الحلو اللي لا ينسى. الله يخليك. أهلين فيك. هلا مع السلامة.